هوريكم طريقة رسم النخلة على خشبة زي دي كده، ممكن تترسم على ورق، تترسم على قماش، على أي حاجة، بس هوريكم الطريقة يعني دي المبدئية. ده أزرق، حبة أزرق زي كده، دي طبعا بألوان مية وطريقة سهلة جدا الكل هيقدر ينفذها. دي الأرضية مبدئيا، ممكن حبة أبيض تانية نعمل ليه زي سحب خفيفة كده. دي سحب خفيفة زي كده بالظبط، طبعا هنسيبها شوية تنشف وبعد كده كده نشفت تمام. دي فرشة صغيرة، حبة أحمر، اسود، أصفر صغيرة، ناخد حبة أصفر، حبة أزرق، طريقة سهلة جدا الكل يقدر يعملها وسريعة. كده طريقة النحلة، حبة كده صغيرة، ونيجي عاملين بقى حبة أصفر صغيرة تحت كده.
طريقة سهلة وجميلة جدا. أرجو يكون عجبكم، لو عجبك الفيديو ممكن تعمل اشتراك للقناة ولايك على الفيديو.